لو حضراتكم فاكرين ان احنا اخبارنا الحلوه خلصت على كده تبقوا غلطانين يا حضرات. عندنا خبر كمان، وان كنا على فكره كنا اتكلمنا عنه تقريبا في حلقه يوم الاربعاء او الثلاث اللي فات، نوهنا عن هذا الخبر من قبل. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا موجود النهارده في الامارات لتلبيه دعوه مؤسسه جلوب سوكر وحضور الاحتفاليه اللي بتقيمها المؤسسه النهارده في دبي لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، وأيضا لتكريم النادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا في منطقة الشرق الأوسط. هيتسلم كابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي أكيد في حضور كوكبة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم على الصعيد العالمي طبعا، اللي تم توجيه الدعوات ليهم بهذه المناسبة. كانت مؤسسة جلوب سوكر قد طرحت استفتاء منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، وال 40% اللي متبقيين من قرار لرأي الجمهور، وطبعا حسم رأي الجمهور والأغلبية منهم في لجنة الاختيار هوية الجائزة. فاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. ألف مبروك وحاجة أكيد مشرفة جدا وحاجة متوقعة، يعني أعتقد كابتن بيبو يستحق ذلك وأكتر، والنادي الأهلي يستحق ذلك وأكتر، وجماهير الأهلي تستحق ذلك وأكتر.